زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد الفترة الأخيرة خلتنا نهتم جدا بنظافتنا الشخصية عشان نتجنب الإصابة والعدوى. عشان كده هنقول لك على 5 عادات للنظافة الشخصية ما ينفعش تعدي يومك من غير ما تعملهم. اغسل إيديك بالمية والصابون أو افركها بالكحول لمدة ما تقلش عن 20 ثانية بعد لمس أي سطح برا البيت. استخدم الكمامة الطبية بالشكل الصحيح طول ما انت برا البيت. طهر متعلقاتك الشخصية زي المحفظة والتليفون والنظارة أول ما توصل البيت. استخدم المناديل لما تكح أو تعطس وتخلص منهم بشكل سليم. استخدم بخاخ الأنف سينوماريل لتنظيف الأنف لأنه بيتكون من الأملاح المعدنية الطبيعية المعالجة من مية البحر واللي بتعمل على تنظيف الأنف من الشوائب والأتربة، تخفيف الاحتقان وترطيب الأنف وحمايتها من الجفاف، الحماية من فقدان حاسة الشم، زيادة مقاومة ومناعة الأكتاف المخاطية المبطنة للأنف المدخل الأول للجهاز التنفسي، بخاخ سينوماريل للكبار آمن فعال وسهل الاستعمال وده من خلال 7 خطوات بسيطة. نظف أنفك من المخاط اللي فيه، شيل الغطاء الوقائي للبخاخ ووجه السينوماريل في وضع مستقيم واضغط عليه لتنشيط البخاخة، ميل رقبتك لقدام والناحية اليمين، دخل فتحة سينوماريل في فتحة الأنف اليسرى واضغط بقوة على البخاخ، ميل رقبتك ناحية الشمال وكرر نفس الخطوات، ارجع للوضع المستقيم عشان تسمح لمحلول البخاخ انه يشتغل وبعدين نظف أنفك، كرر الخطوات عند اللزوم. حافظ على عادات النظافة الشخصية في روتين يومك واستخدم سينوماريل وابعد العدوى عن طريقك. اتنفس بأمان مع سينوماريل.